اختراق تحت السله والكره بالاوت والريباوند الدفاعي موجود ومحاوله على الثري بوينت وناجحه. برافو عليك. ثلاثيه حلوه كثير للاعب زياد جنيد والفاست بريك السريع ونقطتين حلوين. برافو من زياد جنيد تحت السله. برافو كثير. باص كثير حلو واسست كثير مهم. واللاعب احمد حمد والانطلاق السريع. اوه الكره بالسله. برافو برافو زياد جنيد. يا الاثناء بالملعب زياد جنيد. برافو زياد. برافو زياد. برافو زياد. بيعمل دخول كثير حلو ونقطتين حلوين. برافو زياد. لعب كثير اللي توقف هابو زياد جنيد. زياد بياخذ الشوط. برافو يا زياد. لنشوف ثلاثيه ونقطتين. بيوقع على الارض بتروح لاحمد محمود بيعطي لزياد. زياد على 3 بوينت ثلاثيه لزياد جنيد. هلف براء بيخترق تمريره بيعطي الدش اوت لزياد. زياد بياخذ الشوط على 3 بوينت ثلاثيه الثانيه بالجيم لزياد جنيد ونقطه الثامنه. دوران من ميشو لكن ايضا ما بيتوفق. تروح لزياد جنيد. زياد بيطلع على الباسكت. حلوه يا زياد نقطتك العاشره بالجيم لزياد. على ترانزيشن اوفنس شيل مصلحه فريق الوحده. زياد بياخذ الخطوه الاولى بوقف بياخذ جمب ستوب. برافو يا زياد. جمب شوت حلو كثير من زياد. نور ما بيسجل الريبوند عم يطير عم ياخذه زياد جنيد. من زياد لنور. نور وقف على الكورنر اخذ الثلاثيه عم ينجح نور الطباع. من جوزيف لزياد. سرق زياد حاول بشكل صعب جدا. ممتاز يا زياد. شوف كيف سجل زر لكن بلال ايضا ستيل. نور الطباع من نور تروح لزياد. زياد تحت الباسكت ايزي لي ابو الكوتش عبود شكور عم يطلب محمود عم تروح لزياد. زياد اوبن شوت اخذ الشوطه اخذ الثلاثيه عم ينجح الوزن الثلاثيه بخلص الفار. رجعت لبراء خلف. براء حلوه كثير عن زياد. زياد تحت الباسكت ما في ديفنس للكرامه. نقطه للوزن شوف الوزن على عمر حسين اصاب عم ياخذها. عم تروح لزياد. زياد على الباسكت ايزي باسكت للوزن. برافو يا زياد. غير ناجح اطلاقا. نور الطباع ترانزيشن من نور لعند زياد. زياد طلع على الباسكت. برافو زياد. نقطه حلوين لزياد جنيد. ديفنس للوسبي. زياد استلم طلع على الباسكت. برافو زياد. نقطتين حلوين لفريق الوسبي. جوزيف احمد محمود طباع على 3 بوينت بينجح بالتسجيل. بينتهي زمن محمود لبرا. زياد جنيد على 3 بوينت حلوه كثير من زياد. محمود زياد جنيد لويس على 3 بوينت حلوه كثير. دخول بالحصول على الفاولات مميزه جدا. زياد عم ياخذ الشوطه على 3 بوينت. زياد جنيد عم سجل الثلاثيه. تصفيق جمهور الكرامه لعب ايده عم تضرب بالبورد. فريق الوسمه عم يركض منيح يقلص الفارق. زياد بيطلع. زياد على الباسكت. نقطتين حلوين من زياد. ريبوند عند نور طباع. نور نور عم يلعب لبلال. بلال على الفاست بريك السريع وبشار حسن عم سجل نقطتين كثير حلوين. زياد زياد عفوا مصلحة الجيش. اوه نقطتين رد سريع من فريق الوثبي والطباع لكن ايضا عماد حسب الله عم يخسر الكرة. لا زياد جنيد اللي عم يسجل نقطتين لفريق الوثبي. عند جنيد ما بيسجل لكن الريباوند وثباوي. زياد جنيد عم يلم الريباوند ويسجل نقطتين لكن برا قريب. زياد جنيد. زياد زياد عم يسجل نقطتين كثير حلوين يا زياد. يا عيني عليك يا زياد. كيف عم يلعب لزياد. زياد عم يحاول يخترق. لا عم يشوط مع الميد رينج. زياد وعم يسجل نقطتين وعم يقلص الفارق خمسة. لا ما بتسجل الكره بيروح الريباوند لاحمد. احمد لزياد. زياد جنيد من الفاست بريك. زياد بيسجل النقطه رقم 65 للو